راح كلكلة كلكلة كلكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين ومتابعينا لحلقة يوم السبت الفتارة. نستضيف هذه اللحظات المبدعة المتألقة حنيتم. السلام عليكم أخوي حنيتم. هلا هلا وعليكم السلام. هلا 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 استاذ عمتو، كيف حالك؟ هلا احنا الحين على اللايف على الهواء يا حبيبي. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ونبغى نعرف يعني ارائك اليوم السبت، ايش راح تقدم يوم السبت؟ الحقيقه يا استاذ عمتو، قبل لا اقول لك الكلام هذا انا محتار في النخله هذه، ها هل هي برحيه ولا هي سكريه؟ والله اني ما ادري والله يا حبيبي. انت على الهواء تقول لي برحيه وسكريه، ما مشكله يا اخي. سيدي ما هي مشكله، ما هي مشكله. شنو تقول؟ اول مره نطلع الهواء. عيد السؤال. اقول لك ايش ارائك وانطباعاتك على يوم السبت واليوم الستاره؟ اها انت قصدك الستاره اللي ها ايوه انا وياك سوا صح ولا نعم؟ لا؟ اسمع ما سمعت المثل اللي يقوله انا واخوي على ولد عمي وانا ولد عمي على الغريب؟ الله عليك. اسمع بسالك سؤال، ليش سموك حنيتم؟ الحقيقه هذا اسم قديم جدا وهو يعرف يوم السبت. ايه ان شاء الله باذن الله. اوكي اهو هذا هو الكلام. ابغاك تطلع مشاهدين. ايه كونوا معنا، كونوا معنا، سنكون معكم ونحن وياكم باذن الله. لا اله الا الله في قلب الحدث. بسم الله توكلنا على الله. يلا ستارة كلكلة. كل الوناسة والمرح، اطياف الوان الفرح، والصدر بالجمع انشرح، ما راح لم ولا سرح، لا زارها هم وترح. كلكلة 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 كلكلة. وغلا وكرتون حلا، هلا بالطش والرش، هلا حياتي، هلا حبيبي، هلا بنبع الحنان، هلا يمه، هلا جنتي. امريني يمه، ايش تبغي؟ قولي لي بس. ولد عمي جاي من الديره اليوم الساعه كم؟ الساعه واحدة. ابشر يا امي، اروح له الساعة 12 وانا عنده. بس يا امي ما انا عارف شكله. انت من زمان عنهم، انت عارفه الكلام هذا. طيب بس ارسلي لي صورته على الواتساب، ارسلي صورته على الواتساب. يلا اوكي انا استناها. يلا باي باي يا امي. والله شكله رومانسي. وكمان ورود ورده وزهره. نروح نجيبه ولد الديره، نروح نجيبه ونجي وليش ما نجيبه؟ دحين نروح نجيبه. انا دحين بستقبل ولد عمي، ما ادري ايش اسمه، حنيتم او حنيكش. والله يا امي ما رد لك طلب. استنى، انا مستني من اول هنا، مستني التاكسي من اول الشارع. انا الشمس هلكتني، هو لسه ما جاء. حنيكش بدري حنيتي مادم. ابشر خليه يجي. والله شكله ونيس، خلينا نشوفه. بس هلكتني الشمس، هو لسه ما وصل. من وين جاي؟ اي ديره هذه؟ والله اعلم. حيو لا اله الا الله. حنيكش رسول الله. حنيكش ولا انا غلطان؟ حنيكش ايوه حنيكش. والله لا يسلم. حنيكش مع السلامه. الله يا مرحبا يا هلا يا مشعل. كيف الحال؟ هذا ولد عمي. ولد عمي ولد عمي وصل حبيبي. حبيبي والله حبيبي يا مشعل. حبيبي تعال. حنيكش لمين؟ حنيتم والله. سناب شات بس نقول الناس انك وصلت. عرف شاتي ولا ترفع هدومك يا ولد. سهد هاجر وشيل هي المرايا هذه. آلاف المشاهدين يشوفوك دحين انك وصلت. الناس كلها تشوفني؟ كلها تشوفك يا صنيده. يا حميدان وش حالكم طيب؟ اسمع يلا مشينا ولا يا رجال انت موقفني من تحت الشموس هذه، وديني بيتك خلني اقسم بالله. اي بيت يا حبيبي؟ اي بيت؟ راح اوديك المقهى. امشي. لا اله الا الله يا رجال. الحمد لله على سلامتك يا حنيتي. الله يسلمك ويبارك فيك. تفضل. ما شاء الله. تفضل يا حبيبي تفضل. لا اله الا الله، اهدوا لا شريك له محمد رسول الله. اخيرا ظهرت يا ولد عمي. الحمد لله رب العالمين، وابشرك يا ولد عمي الرحله عدت على ما يرام. ما شاء الله تبارك الله. اسمع هلا
طمني ايش اخبارك؟ والله ابشرك يا ولد عمي الامور كلها طيبه وما في كل يعني كل الامور مزركشه يا رب. حلو حلو حلو. وابشرك يعني ابشرك ها ها توظفت عسكري. اسمع ها توظفت ايش؟ عسكري عسكري يا رجال ادري انها ما هي معقوله بالطول هذا. لحن اسمع يا حبيبي ايش تشرب بسرعه بخلاصه بسرعه يا رجال انا ابغالي قهوه 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 شاذليه. اما سمعت قول الشاعر وهو يقول البن الاشقر يداوي الراس فنجاله ها؟ اي قهوه ولا كلام فاضي يا ابني احنا في حضاره احنا هنا متطورين في مقهى تقول لي قهوه ما قهوه يا رجال ارفع الامه جيبني في مقصف تقول لي مقهى ها؟ جيب واحد منيو يا ولد جيب المنيو اسمع اطلب لي مدلك ايه منيو وخلي السكر برا منيو سكر برا في عينك ابكى العيال يا ولد ارفع الامه هنا في المنيو تعال يا حبيبي اقرب هذه مطويه يا رجال ما يمنيو اسمع هذا موكا كراش وتوفي كراش ميكاتو كابتشينو جافا كراش لا لا والله انا فهمت واحده فيهم دالحين ها يا رجال وش الخرابيط هذا حسها كلها معفوسه مجموعه في بعضها ولا اني فاهم حاجه من اللي تقوله يا حبيبي ايش تطلب بسرعه خلصنا يا رجال والله ما ادري لكن انت تطلب والله يجيب العواقب سليمه خلاص يا حبيبي نطلب لك اسمع موكا كراش ها كراش ايوه كراش كراش نعرفها خلاص يا حبيبي اسمع قبل ما يجي الطلب كيف الديرة والعلوم والله يبشرك يا رب لك الحمد يا رجال قلت لك صرت عسكري ها حلو خطبت بنت عمي صرت ايش؟ عسكري عسكري يا سلام حلو وخطبت بنت عمي ما شاء الله تبارك الله الله يتممها على خير وابشرك يعني الامور كلها مزركشه لكن المدينه حقتكم هذه غثتني لا شوارعها الضيقه ولا دخان شكماناتها ولا انوارها اللي عمزني لا تغلط اقولك ها لا تغلط على الحضاره الحضاره هذه وتطورت يا رجال ما قلنا حاجه لكن من لم يكن لديه ماضي فليس لديه حاضر ها شوف اسمع يا حنيتش ها حنيتم حنيتم الله لا يسفاك حنيتم اسمع ها شوف بقول لك معلومه قول معلومه ترى احنا الان في, في 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 عالم التكنولوجيا والتطور يعني ما يصير تقول لي قهوه وما قهوه لا تفعل قدام الناس يا رجال لا تكلوا كل شيء ادري عنها تقول هذه اسمع انا بقول لك علم تجمد على الشارع حلو خلاص حلو تعال الديره وعلمك العلوم والسلوم على السن والرمح وطلع البدوي الذي في داخلك نعم طيب اتخل يعني مغير اسمك من حمد لحمدتو ها ما تغلط اسمي حمدتو حمدتو يا الله يخلف عليك وعلى ابوك ولا هذا اللي يقوله لكن اقوله تجيني الديره وقشم قشم 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 اني مخليك رجاله مزركش طيب اسمع ها انت روح ها وانا باذن الله على الويكند اكون عندك في الديره ايش رايك؟ يعني جاي ايه وما يحرك خشمك يا ولد خشمك ايش اللي خشمك انت الكلام هذا؟ انت ما تعرف العيوم والشلوم هذه ها لكن انا اجيت الديره اجيت الديره جيت الديره وجيت عند ولد عمي ودحين داخل لها الخيمه والعلوم زينه والله ما ادري كيف العلوم عند حنيتش ما ادري حنيكش ما ادري حنيتش اسمع حنيتي اسمع حنيتي يا بقاله يا حنيتي يا حنيتي يا حنيتي يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا هذه المرايه اي الله حنيتي ما شاء الله مرايتك هذا سناب شات سناب شات هلا 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 يا مرحبا حي الله الكل جميع هلا حدث كل لقطه كل ثانيه هيا الله حنيتي هيا الله حنيتي ترحيب المطر والله يا جماعه الخير انه شرفنا ويا هلا ويا مسهلا ايش بدي حقكم ما في كيفات يا رجال تبون ادخل عليك الرمل وغرست يا رجال انت مالك الا تشوف الربيع داين عقب المطر ما شاء الله تبارك الله شايف الدنيا مربعه والامور يا زينة تبون ادخل عليك الرمل وغرست يا رجال انت مالك الا تشوف الربيع داين عقب المطر ما شاء الله تبارك الله شايف الدنيا مربعه والامور يا زينة قهوة 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 أول مرة أول مرة أشرب القهوة أول مرة اللي ما أدري شو اسمه هذيك إيه إيه شو اسمه كابتشينو ميكاتو ميكاتو دقيقة دقيقة إيش هذا يا حنيتي يا رجال هذه العلوم أنت ما تعرفها إيش هذا الله فيك مضير ينفع ولا يمكن يضر عرفت كيف ها والله جايب لي سمنت تقول لي مضير يا سمنت تقول لي ضمير ما أدري مضير ما شكلك إني مكسر من الجدار لكن يا قسم عليه طعم ها ما بعد هيا خلينا نذوق المضير حقه مضير مضير يا رجال هذا مضير ينفع ولا يمكن يضر قشم عليه طعم شيء نذوق المضير يا ولد عمي يا رجال انت ما تعرف تهرج الا مرايه هذه بيدك ها مرايه ايش سناب شات سناب شات يا رجل الله يرحم والديك فكنا اسمع جايك موضوع الان ها وش موضوع الموضوع ما فيه ابغاك تعلمني الرمايه وركوب الخيل والصيد وكل شيء يا رجال انا ما جبتك هنا لاني ابغاك تطلع رجالا مزركش ها وما عليك دحين بالحين ان شاء الله
ولدي حكون ايش بوارد اليوم بواردي 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 يا اخي يا بغت سيدي بواردي والحباري والدنيا والقول هي هي حلو هاي تان تان يا هي جاي جاي تان تان جاي يا ولد عمي هذا الشاخص وظبطنا حلو عدي معي ماشي حلو حلو 4 كيلو 5 كيلو ها حلو تعال هنا حلو الحين هذا بارك الله فيك هو البندق ها حلو وهذا هو الدربيل حلو الدربيل ها الدربيل ايوه الدربيل ما هو برميل عسل اكسر عاره ايش الدربيل هذا خذ معي يرحم والديك ترى ما عندي عندي اشغال وشغلتي يلا يا حبيبي اسمع حلو طالع مع الدربيل هذا ها حلو وتحطه مع المعيار حلو وتحطه على الهدف سلام وتنبحه ما ابغاك رجال ما بعدي ولا عليك ابو واردي يمكنك ما تعرف معناها ابو واردي يعني قناص فنان ما بعده ولا عليك وانا قد ورا بدور اشهد انك ذيبان هيا ها حلو دقيقه 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 ركز معايا بس تاخر عنك ها حلو يا ولد ابكل يا رجل بلاك انت انت تبغى تغدي ملح هذا هذا خذي خذي ها ها ركز الله يرحم والديك ما اعرف طيب الامور هذه ايش يعرف اكبر على عدوك ما تعرف ان هذه فتحه تخرج منها الرصاص معليش عوافي انت مشكلتك ما هي حضاره مشكلتك على العقل عوافي يا حبيبي ها عوافي عد عد يلا 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 واحد اثنين ثلاثه ربك الله اكبر عليك يا اخي يا بازوكه تسند المسند هذا على كتفك ها وتطالع وجاير وتطخ ما هو كذي وش اللي كذي يا حبيبي اسمع ما قطع لك اشماك يا اسمع حجيبه انا حجيبه ما لا ما ادري عنك لا ما عليك انت حبيبي عقب سليم هي طلق انا اخرج علي هي. ها واحد اثنين ثلاثه اه الله طلعني فيك ها هذا اللي اقول او كان كان ما كان اصدعك على راسك انت الجسم ده كله ولا قادر تحرز بذنك يا حبيبي طالع طالع معي ستي تبغاني ترى انت اسمع تمسك خذيه ها حلو وتسند على ركبه ركب ها تمام خلاص ايوه حلو الحين هو يدفك حلو دفه سلام عليك عرفت وخليك شذي يكون ماسك انتهى يلا التالتة ثابتة يا حبيبي يلا ولا عليه شيء والتالتة ثابتة هيا بسم الله واحد اثنين ثلاثة انا اشهد بالله انك ذيبان قسم انك ذيبان واني قلت فيك بدرك بدا ولا زالت فيك يعني حية ما شاء الله عليك اوك هذا ما هو لعب وخر وخره ما هو لعب وخره يا ابن عمي الله يرحم والديك اقول لك وخره يا ابن عمي وخره ما هو لعب هذا هي ما هو يا ابن عمي انا ابو رصاص ها كذا يا عمتو ايش بلاك انت ولد عمي ها ها كان ولد عمك تعال كذا تعال عاهدك على السمع الطاعة يا امير المؤمنين انا معاك على الحلوة وعلى المرة تعال كذا انت منو انت مع دولية مع دولية هذا بزر اسود يا ابن عمي لا دخيلك تكفى 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 تعال كذا هنا اقول لك انا صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي يا اخي صلي على النبي واللي يرحمه اجلس صلي على النبي اجلس صلي على النبي اجلس يا ابن عمي تكفى تكفى خلني اقول كلمتين عسكري ها خلني اقول كلمتين عسكري عسكري مسلم وديني الاسلام رسولي محمد وربي ربك والله يا ابن عمي تكفى صح اني عسكري لكن ما في احد يخدم الحجاج غير العسكري ما في احد يوقف تحت الشمس 7 ساعات غير العسكري ما في احد يخدم المسلمين كلهم غير العسكري يسهر الليل يواصل النهار بالليل عشان يحفظ امنك صحيح اني عسكري وحين اخدم حكام اللي افضل من خدم الحرمين يا ابن عمي يا ابن عمي تكفى تكفى اوكي يا قوم قوم ولد عمي قوم جاتني مره كبر انا راسي راسي مشوش يا ولد عمي الله لا يشوش عليك ضحكوا علي يا ولد عمي ها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انت سند لي وانا سند لك انا اشهد انا اشهد كلنا حماة لهذا الوطن انا اشهد انا اشهد ان حماة للوطن هيا الشباب شكرا عبد الله الحربي شكرا ابراهيم عبد الله يعطيكم العافيه نروح للاستاذ ابراهيم كومك تفضل استاذ ابراهيم جيد يا شباب الفكره جميله لكن في تطويل في الموضوع من البدايه وفي تكرار في البدايه كثير جدا ف
بتمنى انه يعني الموضوع ما وصلنا الا بعد فتره من الزمن بعد ما بعد الطيقه. لكن كان في تكرار، يعني كان في تكرار في التعليم بتاع، يعني كان ممكن باشاره، يعني ده مسرح وحساس وزمننا محدود وكذا، وهناك باشاره صغيره ممكن نوصل الحاجه دي. فاحييكم وشكرا لكم كثير، قدمتوا شغل رائع، تسلموا. يعطيك العافيه استاذ ابراهيم. هذا استاذ مشعل، فكره جدا جميله، لكن الاداء ما كان بالشكل المطلوب، في فترات ملل كثيره، كان ممكن اللقاء يكون اسرع، رتم يكون اسرع، ويعني كان ممكن انه تخدمون الفكره بشكل افضل بادائكم، يعني هذا ملاحظتي. يعطيك العافيه ابو ياسر. استاذ عايد تفضل. انا لن اكرر، اول شيء الله يعطيكم العافيه ابراهيم وعبد الله. لكن ما ودي اكرر نفس الملاحظات تقريبا في اجماع. رجل عاطفي احسك مره، قدر الامكان ما ودك تاثر في الشباب. والله انا اتاثر، انا ما اقصد شيء. الله يعطيك العافيه. لا والله ابو رفا، انا اقدر وضع الشباب اصلا، موضوع مجرد انك انت تقيم ترى هذا شيء مو سهل، وهذا يعني عامل ضغط على الشباب، وانا والله حاس بالشيء هذا. لكن اكرر ان هذا راي، وراي بشري يحتمل الخطا والصواب. نحن نعتمد على تراكم خبراتنا في موضوع معين اللي هو موضوع المسرح او الاخراج المسرحي، لكن اللي نقوله مش قران منزل، يعني يحتمل الخطا والصواب، ممكن نكون مخطئين، ممكن نكون مصيبين، وان شاء الله ان يعني نكون قريبين من الصواب. لكن بالنسبه للمشهد، الله يعطيكم العافيه، الفكره رائعه، كان في إطالة زي ما ذكروا الشباب. بعض الملاحظات البسيطة اللي ما تطرقوا لها الإخوان أعضاء اللجنة، إبراهيم في حديثك مع الوالدة، أنا كنت أحس أنك عاشق، يعني فهمت اللي أقصده يا أمي، يعني لو كان فيه شوية أعطيتني إحساس باحترام بقيمة الأم ومكانة الأم، يمكن يكون يحل الشغلة اللي كانت عندك كأداء. ليه؟ لأني ركزت كثير في أدائك، والممثل لما يكون لحاله في المسرح التركيز يكون منصب عليه، خصوصا أنه ما في ديكور، ما في سينوغرافيا، فالاعتماد على المسرح ما يقوله وما يؤديه من حركة. عبد الله، الكلام أو الحوار اللي أعطيته عن دور إخواننا العسكريين، حوار رائع جدا، كان هو تقريبا زبدة الزبدة في المشهد. من وجهة نظري انه كان يحتاج فرش جيد، اداء بعناية شوي، لانه كلام مهم جدا، هو لب المشهد. لو طلعت وقلت الكلام هذا ولا سويت شيء وصلت الرسالة، لكن انتم اخترتوا حبكة طولتوا فيها شوي، كان ممكن اختصارها، هذا لا يلغي ادائكم. والكلام هذا اقوله لاني احبكم عاطفي يا ابو رفا. لا لا فعلا والله نحبكم في الله، ونتمنى باذن الله ان شاء الله في القريب العاجل ان نراكم تحكمون وتخرجون، ونستفيد فعلا منكم كما استفدنا من المشاركه معكم. الله يعطيكم العافيه. شكرا للساده على التحكيم، يعطيكم العافيه. التحيه لعبد الله الحربي وكذلك لابراهيم عبد الله، يعطيكم العافيه. الشباب ابدعوا. مشاهدينا الكرام، الان ننتقل للثنائي. طبعا قديما عندما كان يمر شخص مهم كان يتقدم موكبه بعض الاشخاص لافساح الطريق. لا، احنا نقول لكم افسحوا الطريق، ومن بدايه الحلقه قلنا افسحوا الطريق وعرض التقرير. نتابع هذا التقرير للثنائي اللي حيبدع الان بمشيئه الله على خشبه المسرح. نتابع. الوناسه والمرح، اطياف الوان الفرح، والصدر بالجمع انشرح، ما راح لم ولا سرح.